ينتقص ولا كلمة من مادة الميدتيرم لحد ما نمتحن لازم نكون مكملين، وإذا ضلينا على هالوضع ما راح نكمل. فهو مش قراري ولا قرارك يا يزن، الله يرضى عليك. لازم نتعاون، وهذه هي أصلا لازم تكون 3 hours وما في حل. أعطوني بدكم ساعة أفصل جروبين، بفصل الجروبين ما عندي مشكلة. تمام، طب دكتورة، تفضل يا إبراهيم. طب ما نطول المحاضرة شوي مثلا، كونه ما عندنا محاضرة بعد هاي، خليها مثلا ساعة ونص أو ساعة وعشرين دقيقة. انتوا اعتراضكم على الخميس انه ما بدكم محاضرة، يعني شو فرقت بدل ما اعطي انا لإلكم ساعتين، انه صارت ساعة وتدرسها على مهلك وبعدين ساعة وتدرسها على مهلك. هي اصلا هي هيك، احنا ليش عم نعترض على السيلبس؟ يعني على اشي معروف مفروغ منه. هلا الكليات الثانية عم تعمل انه احد ثلاثة بتعطي محاضرة، الخميس بتنزل لهم ريكورد، وهي هي انت بالريكورد بده يحكي الدكتور لحاله. فهذا الإشي مش قراري ولا قرارك. تمام، القرار مش القرار إنه الخميس عطلة تكون؟ هذا الخميس عطلة لو أعطينا للمحاضرات حقها. هلأ كله صار أونلاين. هلأ الأوفيس أورز المفروض كانت الأوفيس أورز الميتينج إذا كذا كانت يوم الخميس، اللابات يوم الخميس. هلأ الوضع كله استثنائي، ليش إحنا عطلنا الخميس يا وين رحت إبراهيم؟ ليش إحنا كأعضاء هي التدريس عطلنا الخميس؟ ما عطلنا الخميس. طيب بدل ما نضيع وقت نحكي نكمل المحاضرة الأبسوربشن. بعدنا إحنا بالفيس، يعني المحاضرة هاي أخذت مني أسبوعين. أوكي، هلأ الأبسوربشن of drugs the last things to discuss is the bioavailability. حكينا البيو افيلابيلتي والابزوربشن دي ار ذا دبل فيس اوف ذا كوين، يعني هم عباره عن وجهين لعمله واحده. يعني without absorption there is no bioavailability، او البيو افيلابيلتي لها قليله. اذا ما وصل الدواء من السايت اوف ادمنستريشن تو ذا سيركيوليشن ذا بيو افيلابيلتي از بور. هلا العوامل اللي بتاثر على الابزوربشن اكيد راح تاثر على البيو افيلابيلتي. سو what's the other factors also involved in the bioavailability other than the absorption؟ هلا في عوامل بعد ما يصل الدواء للسيركيوليشن راح تاثر عليه. هي اول عامل اللي هو first pass hepatic metabolism. That you know that all the drug when it's absorbed they cross the GIT. وين تصل؟ للبورتال سيركيوليشن before the systemic circulation. اذا عم تصل عندي للبورتال سيركيوليشن، هاي بورتال before distributed to the systemic circulation. هلا معظم الادويه بس ممكن ريكورد ما عملت ريكورد؟ لا. طيب ايش بدك مني؟ اسمح بس انت... لك تعمل. لا انت اعمل الريكورد. انا اذا بعمل ريكورد حكيت لكم بده يعمل كونفرتينج. وين يا كيزن؟ وإذا طلعت من الميتنج ما بعرف أعمل ستارت ميتنج. إحنا منعاني من مشاكل. لا دكتورة في طلاب قاعدة بتسجل. خلاص تمام، هيك اتفقنا. أوكي، فالفيرست باس إفكت اللي هي all the drugs enter the portal circulation before systemic circulation. هلأ بعض الأدوية رح يصير لها extensive metabolism extensively. هلأ مش ضروري يصير لها، ممكن يصير لها metabolism 5% شيء بسيط وتكمل طريقها، لكن هذا الجزئية من الأدوية اللي هي أدوية قليلة جدا رح يصير لها extensive metabolism بشكل كبير، بحيث تفقد تقريبا 90% من its active ingredient. يعني دخل 190 منهم راحوا بالميتابوليزم. ميتابوليزم معناتهم they are converted to inactive compound. الآن صاروا inert inactive، يعني ما في لهم أي فعالية، وبالتالي انه هذا الشيء راح يقلل البيو افيلابيلتي. الدواء اللي راح يضله بالسيستميك سيركيوليشن ات ويل بي ديكريز تو اولموست نون، وهذا الشيء راح ياثر على التريتمنت سكسس. هلا من الامثله اللي حكيناها بالفيرست باس هيباتيك ميتابوليزم اللي هم النيتروغليسرين، وحكينا كيف حلينا المشكله اني يمكن اعطيها بالانترافينوس انتراماسكولار. طبعا نيتروغليسرين اكثر شيء اي في، وي هاف ترانسديرمال باتش كمان باي باس ذا لما نحكي باي باس فيرست باس افكت، يعني هي
ما بصير لها extensive metabolism، بتتعدى الليفر بدون ما يصير لها metabolism. كمان عندي sublingual، نضيف عليهم اللي هي شوي الريكتال، الريكتال have partial bypass the hepatic metabolism بس مش كثير، يعني بتعدى جزئية أكبر من الأورال. الأورال في عنا احتمالية، هلأ مش كل الأورال الأدوية معينة هي اللي راح يصير لها extensive metabolism before entering، وحكينا هم معدودين في الفارماكولوجي. هلأ بالنسبة للعامل الثاني اللي هي solubility of the drugs، ورح نحكي عنه بالتفصيل هلأ بالdistribution، إنه أنا الدواء حتى يصل للcirculation ويصير له absorption ويصير له high bioavailability it must be largely hydrophobic، لازم يكون شوي lipophilic إذا بتحكيها إنه ذائب في الدهون، لأنه أنا بالأساس رح يخترق الدواء اللي هو cell membrane of the GIT and the cell membrane also of the circulation، وبالتالي لازم يكون lipophilic. لكن بدون ما يكون شوي hydrophilic ما رح يذوب في الـ في الـ في الجي اي تي، ما راح يصير له disintegration. اذا انا بحتاج لدواء يكون كثير largely hydrophobic and slightly soluble in aqueous solution، وهذا بتحقق بالويك اسيد. حكينا معظم الادويه هي عباره عن ويك اسيد وشوي ويك بيسك، وهذا الشيء بيعطيني انه انا عندي نوعين two forms النون ايونايزد والايونايزد. وحكينا عن الاسيدز، الاسيدز لايك اسيدز، الأسيد will be non-ionized in more fractions بنسبة كبيرة في الأسيديك ميديا، فالأسيد رح يكون ذا يمتص أكتر في المعدة. هلأ إحنا عندنا ما في عندي pH في جسمي، ما في pH أكتر من 7، أكتر إشي اللي blood اللي هي البلازما 7.35. فأجاني سؤال، طيب الweak basic وين رح يمتص؟ هلأ كل ما كان pH قريب من pKa أقرب رح يكون الامتصاص أسرع. مثال إنه أنا عندي الـ pKa 8، يعني الدواء basic، وين رح يمتص أكتر بتتوقعوا؟ بالإنتستن ولا بالستومك؟ الإنتستن. إنتستن لأنه أقرب، اللي هو تقريباً 6.5.5 لآخره بيصير 6، فبالتالي كل ما كان أقرب مش ضروري 100% يكون non-ionized. وبدنا نعرف إنه مش كل الدواء يمتص، الأورالي يمتص من 30% ل90%، ما بنحذر عليه، كل دواء له بيو availability وabsorption مختلفة عن الدواء الثاني. فإحنا بنعطيها مثلاً كأطباء وكdispensing بالصيدلية، هي تعطى الدوز حسب دراسات إنه هاي هي الجرعة اللي بتروح منها الفائدة الفعالة. يعني لما حكينا 500 معمول حساب إنه رح يصل منها 70%، فبالتالي الجرعة 500 رح يصل 70%، هذا كل إشي بالحسبان، لكن يكون ماخدها صح، مش ماخد مثلاً الآيرون مع مادة بتعمل interact with iron، ماخذ حبوب الحديد مع حبوب كالسيوم بيتحدوا مع بعض ما بيمتصوا. لا، لو افترضنا انه اخذنا الدواء صح، اذا انا بحاجه لدواء يكون non ionized بنسبه كبيره حتى يصير له امتصاص. العامل الثالث اللي هو بيتحكم بالبيو availability اللي حكينا عنه كثير، انه هو انا في عندي enzymatic اللي هي degradative enzyme اللي هم بالdigestive system، البيبسين، تروبسين، كل هدول رح يأثروا على مين؟ أي نوع أدوية؟ فقط البروتين، البروتين والهرمونز. ومثال عليهم الإنسولين، الإنسولين لحد الآن ما في عندي أورال، وحكينا كثير لأنه بيصير له destruction by this enzyme لأنه بروتين. إذن كل الهرمونات البروتينية للهرمونز they are given by subcutaneous or given IM. هلا قصه الهرمونات الاسترويدال، ننساش انه في عندي هرمونات استرويدال، هرمونات السكس هرمون فور ميل اند فيميل دي ار ستيرويدز، فما عندي مشكله، يعني موانع الحمل عباره عن ستيرويدز تنتاخد اورالي، ما عندي مشكله فيها لانها هي اصلا ليبيد سوليبل. فاللي عم بحكي عنه الهرمونز دي ار بروتين كانت بي جيفن اورالي. هلا كمان في عندي مشكله ثانيه في المعده، انه البي اتش لها كثير اسيد، وبالتالي في بعض الرينجز اللي تعرفوا الرينجز اللي هي الحلقات بتكون unstable at this pH. مثال واضح اللي هو البنسلين جي، البنسلين جي في حلقة اسمها beta lactam ring، هاي الحلقة الخماسية رح تفتح معاي على الـ pH اللي هي تقريباً 3، فبالتالي البنسلين جي رح يصير له destruction at this pH قبل ما يصير له absorption، يعني رح يتحول لمادة غير فعالة. فأول ما حضروا البنسلين جي
من هذا أول بنسلين في الحرب العالمية الثانية اللي طلعوه من بنسلين نوتاتم اليست. وعارفين قصته ألكسندر فليمينج كيف اكتشفه، إنه كان عنده خبزة في عليها عفن، فكان عامل بكتيريا الديشز وعامل عليها على الأجار مربي بكتيريا، يعني عم بيعمل كالتيفيشن للبكتيريا. فوقعت شوية فتات من هذا الخبز على هاي الديش وقتلت كل البكتيريا. فلاحظ إنه طلع إنه هذا اليست عم بيطلع لي بنسلين. المهم البنسلين جي ما بينتاخد أبداً أورالي، وعملوا له سيمي سينثيتك، يعني غيروا شوي بتركيبته الكيميائية وحطوا عليها أمينو جروب، وطلع لي الأم أموكساسيلين والأمبيسيلين اللي هم بينعطوا أورالي. إذن أموكساسيلين يأخذ أورالي، البنسلين جي آي في. هلأ هاي العوامل كلها، كمان في عندي آخر عامل اللي هو مش إحنا اللي بيشتغل بالكلينيكال وورد، لا هذا هو يعني خصوصاً بديزاينينج ذا دراجز. هلأ هم بالدراج ديزاينينج لما يعملوا تركيبة الأدوية بتلاقي نفس المواد الفعالة بتحكموا فيها بعوامل، مثلاً بتحكموا بالبارتيكل سايز. البارتيكل سايز هاد قصته كبيرة مع الإنسولين نفسه، يعني الإنسولين هو نفس المادة، لكن لو حطيت البارتيكل سايز كانت صغير صغير ودائبة رح يصير اسمه ريجولر إنسولين وينعطى آي في، وهو الوحيد من الإنسولين اللي يأخذ آي في. لكن لو كبرت البارتيكل سايز مع شوية اللي يسموها كريستاليزيشن اللي هي رح ندخل هون، رح يصير اسمها كريستال، رح يصير اسمه العكر، الإنسولين العكر، وهاي ما بتنخد أبداً أبداً آي في، تأخذ فقط سبكيتانيوس في البطن أو في الأبر آرم أو في الثاي. إذن أنا تحكمهم في تركيبة الدواء، تخيلوا غيرت في خصائصها وغيرت كيف أنا بعطيها route of administration. مثال آخر اللي هي salt form، حكينا الآي إم قد يكون immediate release ويعتمد على salt، قد يكون salt sodium potassium chloride، وبالتالي بسرعة بيعطي immediate release وبيدخل على circulation. لكن لو كان هذا السولت عبارة عن إيستر فورم، بروبيونيت، إستريت، رح يكون هذا يشتغل كآي إم، بعطيه آي إم، لكن رح يكون لي not immediate release as reserve، ورح يستمر مفعوله لمدة أسبوع أو 6 شهور في بعض الإبر الكورتيزون اللي تعطى في التحسس الربيعي، يعني زي مادة دواء اسمه ديبروفوس متكون من مادتين اللي هو بيتاميثازون يعني مع بروبيونيت وديكساميثازون صوديوم. فتخيلوا هاي الإبرة بتعطي مفعولين نفس الوقت، إشي عشان يخلصني من الحساسية الآن، وإشي يشتغل بعد يستمر مفعوله لست شهور، فبالتالي بتخلص من التحسس الربيعي والتحسس الخريفي، يعني بياخدها بداية شهر 3 وبداية شهر 9. إذن هاي مثال على إنه أنا كيف بقدر يتحكموا بالسولت والكريستال. برضو حكينا عن الانتريك. الانتريك كوت هي من الأشياء الجديدة اللي دخلت على صناعة الأدوية. هلأ عم بتحكموا هاي الانتريك كوتس، عم تخلي لي البيو أفيلابيليتي مختلفة. كيف تتحكم فيها؟ ممكن هذا الدواء ما يفتح معي، ما يفتح إلا بكمية معينة بإنتستن حسب تي اتش. كمان لما بعملها انتريك كوت عم بقلل أنا البيو أفيلابيليتي بطريقة أو بأخرى. زي هلا الاسبرين البيبي اسبرين بيعمل اريتيشن للمعده، يعني بياثر شوي على المعده، هو نفسه ممكن يعمل لي السريشن زي تقرحات في المعده. فراحوا جهزوا الانسولين سوري الاسبرين على شكل انتريكوت، وهذا لحمايه الـ طبعا غير تاثيرها على البروستاجلاندين، هي نفسها لانها حمضيه لما تعمل اتاتشمنت مع الماكوزل الداخل الجي اي تي راح يصير لها اريتيشن، فشوي بتزعج المريض وممكن تعمل ألسر اللي هي تقرحات. فالانتريكوت حل لي هاي المشكله. لكن شو مشكلتي هلا مع الانتريكوت؟ انه مش كل الماده راح تطلع، يعني هي مسكره بغلاف وراح يقلل شوي البيو افيلابيلتي، فهي برضه كانت من العوامل اللي ممكن تاثر. ننساش الاكزيبيانت. اول محاضره حكينا ايش الفرق بين الميديسين والدراج، حكينا الدراج هو الاكتيف انجريدينت، ضيف له خلطته بايندر ديسبيرسينج بريزرفاتيف فلافرينج وكالرينج ايجنت راح يصير اسمه اكزيبيانت، راح يصير اسمه ميديسين. اذا هدول الاكزيبيانت اللي بينضافوا راح ياثروا على فعاليه الدواء، يعني
مش كل الشركات عم بتصنع نفس الخلطة، نفس الريسيبي، نفس الوصفة. ففي بعض الشركات بتلاقي المادة جدا مريحة، سواء بلحة سواء مفعولها. السبب مش الأكتيف إنجريديت، السبب هدول. هلأ إذا زاد شوي من البايندينج، من البايندينج إيجنت، أنا إحنا رحنا على مصنع أدوية الدفعة الثانية كلية الطب مع كلية الصيدلة، وكانوا شافوا كل هاي الأشياء عمليا. فلو ما في يعني تحسن وضع الكورونا ممكن نروح نعمل اكتيفيتي ونشوفها. فهم يعني شرحوا لنا كثير عن كيف خلطاتهم. مثلا اذا زادوا شوي البايندر، البايندر ماده لاصقه، فهذا الشيء اذا زادت شوي حتى لو بالمليغرام او بالمايكروغرام راح يصير الحبه او التابلتس it will not يعني opened easily، فبالتالي بتضلها يعني زي ما نحكي ملزقه. اوكي، وهذا الشيء راح يقلل البيو افيلابيلتي لانها ما راح تفتح. ونفس الفكرة إذا أنا زدت الديسبيرسينج ايجنت، في مادة تضاف لها إنها لو وصلت المعدة، في حال لو وصلت المعدة مباشرة راح تنفجر وراح تدوب في السوليوشنز الموجودة في المعدة وراح تفتح وتطلع لي المادة الأكتف. إذا أنا هذا لازم يكون عندي توازن. الديسبيرسينج ايجنت إذا كمان زاد راح تتفتت بإيدي قبل حتى ما أبلعها، أو تتفتت في الفم، وأنا ما بدي إنها يصير لها dispersing بالأورال كابيتي، بدي إياها بالستومك أو بالإنتستين. فبالتالي نحكي إنه الخلطة هاي أو الإكزيبينت كثير بيأثر على البيو أفيلابيلتي. هاي كلها عبارة عن نتاج دراسات، بضلهم يعملوا الخلطة، يزيدوا من هون، يعملوا لحد ما يطلعوا بالفاينل برودكتس لهم اللي هو الفعال. تمام؟ لحد هون تمام؟ أي سؤال؟ على سريع. طيب هلأ بالنسبة أنت كطبيب شو بيهمك؟ أنت ما بيهمك إنه كيف عملوا الدراغ ديزاين، أنت كطبيب ما بيهمك، أنت بيهمك الآخر الفاينل دوز. هاي الفاينل دوز 500 الفعالة ما لازم أعطي أقل منها، هاي الفعالة 5 ميلي جرام ما لازم أعطي أقل منها، أو نحسب الدوز حسب البادي ويت أو حسب البادي ماس إندكس. هلأ بعد ما يعملوا هاي الدراسات رح يطلعوا بشغلتين، ممكن يلاقوا بعض المجموعة. هلأ إحنا رح نقسم الأدوية لعائلات families، وكل عائلة تشابه بالactive ingredients، تقريبا بالactive ingredients لكن عليها شوية تغييرات، يعني modification نعتبرها. يعني أدوية الضغط اللي بتقلل الضغط اسمها تنتهي باسم بريل، كابتوبريل، إنلابريل، زينوبريل. هذا الاسم البريفكس اللي اضافوه على البريل هو عبارة عن تغيير في الستركتشر الكيميائي، تغيير في الستركتشر. بس أنا لما أجي أقارن A و B و C بلاقوا إنهم كلهم بيو إكويفلنس. فور إكزامبل، إيش معنى كلمة بيو إكويفلنس؟ إنه هدول التو دراجز A و B they have the same bio availability. معنى كلمة bio availability إنه هي الماكسيمم blood circulation، قديش وصل البلد سيركوليشن ماكسيمم. طبعا وصلوا بعد ساعتين او ثلاث ساعات هي انا بدي اخذ البيك بلد سيركوليشن، فوجدوا انهم نفس البيو افيلابيلتي. لكن برجع بحكي مش بالضروره انه هذول الاثنين اللي وصلوا 70% للبلازما يكونوا ثيرابيوتيك ايكويفالنت. مش ضروري اثنين يعطوني نفس المفعول، مش ضروري اثنين يكونوا بوتنت اند افيكاسي. إذا أنا عم بدور على مفهوم تاني أهم من البيو أفيلابيليتي اللي هو الثيرابيتك إكويفلنت. أنا الثيرابيتك إكويفلنت إذا عطيت A و B ودرسوا لي إياهم أعطوني the same efficacy and safety، مش بس efficacy، مش بس فعال. يعني مش مهم أعطي واحد فعال 100% لكن بيأثر لي على الكلى وبيعمل لي نيفروتوكسيسيتي. إذا مفهوم الثيرابيتك إكويفلنت إنه these two drugs they have the same أو comparable efficacy and safety. نأخذ مثال على efficacy and safety. إنه أنا هلأ المورفين، وبرجع بحكي المورفين still used in clinical for pain reliever، خاصة لمرضى الكانسر اللي عندهم البين من صنفه stage 5، stage 5 of pain. يعني البين راح نكون 1 2 3 4 5، فهدول البين ما بتحملوه، راح نعطيهم مورفين تحت كنترول من المستشفى. هلا المورفين معروف انه very very يعني الافيكاسي له 100%، لا تقارن لي اياه مع الفولترين والبروفين والاسبرين. لكن شو مشكلته؟ انه not safe،
إنه ممكن يعمل addiction، ممكن يعمل إدمان، ممكن إذا زادت الجرعة شوي يعمل لي respiratory depression ويوقف التنفس. إذن الآن أنا اضطريت أستخدمه لأنه أنا عندي حالة تحت كنترول. إذن مش بالضرورة إذا كان الإفكاسي له عالية إنه يكون safe، فبالتالي أنا بتطلع على اثنين لما بعطي الأدوية أو نختار الأدوية. إذن نرجع نحكي هلأ مين أهم، أنت البيو إكويفيلنس ولا الثيرابيتك إكويفيلنس؟ أنت الآن كطبيب بدك ترجع تقول لي هذا بيصل 70% وهذا 50%، ولا تقول لي هذا مور بوتنت الإفكاسي له عالية؟ مين بهمك أنت كطبيب؟ الثيرابيتك. الثيرابيتك هلأ مش بالضرورة حكينا إنه إذا كان، لكن ما تقلل بيو أفيلابيلتي عن حد معين يصير نون سيجنيفيكانت. أوكي، يعني 61% 71% إيه، لكن بي ثيرابيتيكلي هاير أوكي ذان بي. إذا أنا بطلع هون على الثيرابيتك، this is what we need in clinical use. أوكي يعني مش حكينا هيهم two drugs that are bioequivalent may not be therapeutically equivalent. يعني ممكن تلاقي دوايين A و B 70% وصل 70% بس لقيت إنه A فعاليته أكتر من B، فالآن هذا كله بهمة أنت الفاينل اللي هي destination اللي هو therapeutic. ممكن نسكر المايكات لو سمحتوا. أيوة يا أوكي. هلأ خلصنا لحد الآن أول خطوة في الرحلة الدواء اللي هو الأبزوربشن، وإن شاء الله يكون واضح. هلأ الديستريبيوشن اللي هي مباشرة، يعني once they are absorbed they are distributed، ما رح يستنى، يعني ما رح يستنى لكل الدواء يصل للبلازما لحد ما يقول آه هلأ بلشت أنا الديستريبيوشن، لا ما في إشي زي هيك، هو مباشرة في تداخل. هلأ theoretically آه إحنا بنرسمها هون absorption بعدين distribution، لكن هي حقيقة مباشرة إذا وصل البلازما رح يصير له distribution. distribution معناته أنا عم بدخل الدراج يعني بيطلع من blood stream وبيروح للinterstitial cell fluid وبعدين لداخل الخلية، أو مش ضروري بداخل الخلية حسب هو lipophilic ولا hydrophilic. هلأ وين بيروح الدواء أكتر؟ وين بيروح الدواء أكتر؟ هلأ أنا مثلاً بدي إياه يشتغل على البرين، مش بضروري هو بس يروح للبرين، إحنا ما بنتحكم فيه، هو بيضله ماشي مع البلد، وين ما في بلد فلو عم بيروح، وين ما في كابيلاريز وفي ديستينج جنكشن وفي مكان يقدر يدخل منه بفوت. إذن هو عم بتوزع بكل سوائل الجسم. العوامل اللي بتعتمد عليها ديستريبيوشن وين بيروح أكثر من وين، اللي هي البلد فلو. هلأ معروف بالأناتومي إنه البلد فلو تو برين والليفر والكيدني أكثر بكثير من skeletal muscle and adipose tissue، صح؟ هلأ فشوفوا البرين البلد سبلاي إلى عالية، الليفر والكيدني، فأنا بتوقع إنه يكون توصيلهم الدواء رح يكون أكثر، وهذا سبحان الله إشي من مصلحتي بالنسبة للليفر والكيدني، they are the two organs of elimination، فبالتالي أنا بضمن بعدين إنه في الآخر وآخر المطاف أكيد رح يصل للليفر والكيدني، وأكيد رح يطلع one of these two routes أو both، ممكن يطلع بالبوث، ممكن أول شيء يصير الميتابوليزم في الليفر ويتحول ل inactive وبعدين تطلع هاي ال inactive في الكيدني. لكن مشكلتي الآن في البرين، رح نحكي كيف انحمت هاي البرين. هلأ السكيلتال مصل طبعا قليلة جدا البلود سبلاي لإلها، بالنسبة للأديبوستيشو كمان قليلة، فبالتالي بيقل نسبة، ما بنحكي ما فيه، أكيد في blood supply وفي action وفي contraction للمصل، لكن لما نيجي نقارنهم لاحظ إن الأول three organs they are higher. أوكي هلأ كمان البرين لما نحكي كيف حميناها، في إشي اسمه capillary blood brain barrier، blood brain barrier. هلا العامل الثاني اللي بتحكم بالديستريبيوشن اللي هو الكابيلاريز، اللي هو كيف الستراكشر تبعه وكيف كيف الستراكشر وكيف البيربيبيليتي له الكابيلاريز. نبدا بالكابيلاري ستراكشرز. هلا انتم عارفين انه هو عباره الكابيلاريز عباره عن one layer اوكي of endothelial cells and this one layer they have a slip junction، في فواصل بين الخلية والخلية،
وهذا الشيء بيخلي الدواء اللي كان pass through these junctions، يعني الدواء عم بفوت من بيناتهم حتى لو ما كان lipophilic. إذا كان small molecular weight صغير وبيقدر يدخل من بين هاي الكابيلرز رح يطلع من slit junction. في موجود هذا slit junction وجدوا إنه أكبر شيء موجود في الليفر والسبلين، وهذا كمان بيفسر لي ليش الأدوية بتدخل أكثر للليفر والسبلين. هلا لكن هذا الكابيلرز نفسه في البرين رح يكون continuous، يعني ما في فراغات بين الخلية والخلية، رح يكون متواصل، وهذا اللي رح نسميه blood brain barrier. إذا أنا في عندي حاجز، هذا الحاجز ما فيه ثقوب، ما فيه فراغات، فالأدوية ما رح تدخل البرين إلا very very selective. طيب مين الأدوية رح تدخل للبرين على هذا الكلام؟ إذا أنا الهايدرو فيولك فيوبك كارهة للايبو، خلينا على اللايبو، لايبوفيلك لايبوفيلك اللي هي بتذوب في الدهون. ليه؟ لأن هي راح تدخل مش من بين الفراغات، راح تدخل من من الممبرين نفسه تبع الإندوثيليال سيل. اثنين لازم يكون الشرط الثاني small particles، yes small molecular weight، حجمه صغير. في اكسبشن لهاي الكلام الا اذا كان في اي بي ومع واسطه، يعني مين واسطته؟ اللي هي اكتيف ترانسبورت. الاكتيف ترانسبورت هنا اصلا في اكتيف ترانسبورت للاحماض الامينيه للامينو اسيد. ففي بعض الادويه مثل الليفودوبا، سمعتوا شيء عن الليفودوبا اللي بيصنع الدوبامين النور ابينفرين، هو البريكيرسر لهم. هذا الليفودوبا دواء يعطى للباركنسون اللي عندهم نقص دوبامين، فالليفودوبا حجمه صغير وشكله بيشبه الامينو اسيد، وفي عندنا شيء بريكيرسر في جسمنا اسمه الليفودوبا اللي بيصنع الدوبامين. فبالتالي هذا الليفودوبا عم بيستخدم نفس الترانسبورت بشرط انه اكتيف يدفع اي تي بي. اوكي، اذا في عندي هذا طبعا فيري سيلكتيف وفيري بنحكيها رير، يعني مش ممكن دويين ثلاثه انهم يدخلوا بكارير معين باكتيف ترانسبورت. لكن معظم القاعده بتحكي لي انه لازم الدواء يكون very small molecular weight and lipophilic to penetrate the and dissolve in the membrane. اذا ما صار هيك ما بدخل. فبالتالي هي حمايه البرين من ادويه بشكل عام، حتى لو في البلد سبلاي عالي لكن ستيل انا عندي حاجز بمنع دخول هاي الادويه. الدراج ستراكتشرز مثل ما حكينا كثير مهم، يعني هو بيتحكم بهاي الكابيلرز. كل ما كان هيدروفوبيك، كل ما كان لايبوفيليك ما في عليه تشارج، بدخل على البرين، بدخل على الممبرين سوري على الكابيلرز. اما كل ما كان هيدروفيليك يعني بدوب في الماء او عليه تشارج وبالتالي ما بيقدر يدخل. اذا بتعتمد على العاملين، الكابيلري اتسلف كيف شكلها وعلى الدراج ستراكتشر. نكمل قصة الديستريبيوشن. هلأ الديستريبيوشن وصل للبلازما، وبرجع بعيد للمرة الرابعة أو الخامسة إنه دو أدويتي إما تكون weak acid أو weak base. هلأ إذا كانت الأدوية weak acid، معظم الweak acid ما بالبلازما عندي إشي اسمه بلازما ألبومين بروتين، وهذا البلازما ألبومين بيحب يرتبط مع الويك أسيد. نكتب المعلومة، بيحب يرتبط مع مين؟ مع الويك أسيد. وفي عندي another plasma protein اسمه جلوبيولين، وهذا الجلوبيولين بيحب يرتبط مع الويك بيسك دراج. شو معنى كلمة يرتبط؟ هل كل الأدوية بترتبط؟ عارفة رح تسألوني هدول على الإيميل. هلأ مش كل الأدوية بترتبط، الأفينيتي لإلهم تختلف من واحد لواحد، واحد بيرتبط 90%، واحد 10%. إذن في أفينيتي، إذا عندي affinity. هلأ في عندي قاعدة بدنا نحفظها، drug binding to protein. هلأ الدواء المربوط bound أو نسميه bound drug inactive cannot metabolize cannot be distributed cannot be eliminated. هاي قاعدتنا، ما دام الدواء مربوط في البروتين لا بيشتغل ولا بتوزع ولا بيصير له ميتابوليزم ولا بيطلع من جسمي، اذا هو عباره عن انرت ما له فعاليه. لكن كيف؟ طيب وين راحوا؟ مين راح يشتغل؟ الفري. هلا الفري راح يكونوا مثلا 70 و30 جالسين على هاي الكراسي بيستنوا، عباره عن احتياط. ال70 انتقلوا من ذس بلازما فبصير كونسنتريشن جريدينت، كل ما راح منه توزع من الفري على التيشو اكثر راح يقوم مكانهم. فهي عباره عن
كيف الويك أسيد بتفكك؟ كيف الويك أسيد؟ كله بتفكك مرة واحدة ولا بيصير له بالانس بالجهتين اللي هي باي دايركشن؟ يعني كل ما تفكك كل ما البريفري راح على الخلايا وتخلصنا منه، إذن هو راح يقوم من مكانه شوية الأدوية من الألبومين ويشتغل لحد ما يخلص للآخر. لكن أنا مين الدواء الفعال بالنسبة لي محسوب حساب هذا الألبومين اللي هو مرتبط؟ إذن أنا دوائي لما يكون 5 ميلي جرام وعارفة أنا من معلوماتنا الكاينتكس إنه جزء منهم راح يرتبط، ما راح يهمني هذا الموضوع لأنه 5 ميلي جرام محسوب حساب اللي هدول الجالسين على الألبومين. تمام؟ متى بيصير عندي مشكلة؟ متى أنت كطبيب بتبلش هيك تفكر؟ بتبلش عندك المشكلة إذا أعطيت دوائين بدهم يجلسوا على نفس الألبومين، دوائين they want to bind with the same albumin، فبالتالي هدول واحد فيهم رح يصير له binding and the other one will be dissociate. إذن هذا dissociate أنا مش عامل حسابي إنه غير 70 يكونوا واقفين، مش عامل حساب 90 يكونوا واقفين وعاملين free، إذن بالتالي بيزيد مفعول الدواء. إذن B رح يأثر على A ورح A يزيد مفعوله. إذن بهاي الحالة إذا كان الدواء مش آمن مباشرة رح أصل للتكسيك دوز، مباشرة رح يصير عندي سايد إفكت. أما إذا الدواء آمن يعني في عندي وايد رينج بين التوكسيك دوز والثيرابيتك دوز، ممكن ما يصير عندي، ما رح يصير عندي مشكلة لأنه وايد ثيرابيتك إندكس، ورح نشرح الثيرابيتك إندكس في وقتها في المحاضرة إن شاء الله القادمة. إذن الآن فهمنا شو مبدأ البايندينج، نحكي عن الدراج انتراكشن اللي حكيت لكم إياه. هلا في عندي كومبيتيشن رح يصير على البايندينج، ركزوا معي هون. وهذا التو دراجز دي هاف افينيتي تو البومين. هلا الأدوية رح نقسمها لقسمين، كلاس 1 وكلاس 2. كيف قسموهم؟ إنه كلاس 1 اللي الدوز تبعته قليلة يعني بينعطى 5 ميلي جرام، فبالتالي هاي الدوز أقل من الكباسيتي، ما رح يرتبط مع كل الألبومين، وننساش أنه في نسبة معينة هي رح ترتبط من الخمسة، يعني ممكن يرتبط منه الخمسة ميلي جرام 20% رح يرتبط و 80% شغالين. ماشي؟ إذن هذا الكلاس 1 مثال عليه مهم جداً، الوارفارين. الوارفارين اللي هو المميع، بيعطى المميع هذا بنسبة 5 ماكسيمم 10 ميلي جرام، هيك جرعته، هيك جرعته من 5. ممكن في بالآسيان اللي هي الدول آسيوية نعطيهم كمان من 2.5 3 ميلي جرام. إذا جرعة الوارفارين قليلة، فبالتالي ما رح تعبي كل الألبومين، ما رح تعبيهم كلهم، رح يضل في عندي كراسي وألبومين زيادة. إذا بالنسبة لإلهم البايندينج سايت آر إن إكسس، صح؟ البايندينج سايت بعد هالألبومين صارت زيادة وهو شوي ارتبط، و الباوند دراج فراكشن از هاي. شو هاي الكلمة؟ شاني باوند؟ لما أجا حسب نسبة الباوند على نسبة الفري كانت عالية، بس أنا في عندي فراغ، في عندي كراسي فاضية. نيجي على كلاس نمبر 2، مين هذا الدواء؟ هذا الدواء بينعطى باللارج أو هاي دوزز، الدوز تبعته 100 ميلي جرام، ال 100 ميلي جرام بيزيد عدد الالبومين بايندينج، فبالتالي هو حابب يرتبط بس ما في كراسي لإله، بس ما في البومين فاضيه، فهو بالنسبه لإله بحب يرتبط اكثر من كلاس 1. طيب اجينا احنا بالوصفه، انكتب عندي الوارفارين من كلاس نمبر 1 وسلفونامايد اللي هو مضاد حيوي من كلاس نمبر 2. هلا سلفونامايد جرعته 500 ميلي جرام وبحب يرتبط، إذا مين أولى يروح يقعد على الألبومين؟ برأيكم سلفونامايد. إكسلنت. هلا سلفونامايد شو راح يقول للوارفارين؟ قوم أنا بدي أقعد مكانك، فبيحرر وبيعمل ديسوسيشن للوارفارين. تمام؟ لما حرر الوارفارين أنا مش عامل حساب يزيد الفري أكثر، فراح يصير بليدنج. ليش أنا حكيت هاي الحالة؟ لأن الوارفارين نارو ثيرابيتك إندكس، الفرق بين الجرعة الفعالة والجرعة التوكسيك قليلة، يعني زاد من 5 إلى 10 مع هذا البيشنت ما رح يتحمل، فبالتالي رح يصير بليدنج، رح يصير المريض عنده جايك مرة هيك على العيادة، وإن شاء الله تكونوا كارديوفاسكولار سبيشاليست وكارديولوجيست، ويجي عليك يحكي لك أنا صار عندي نزيف وأنا بفرش أسناني، صار عندي نزيف تحت. طب ليش؟ ما هي جرعتنا ماشي أمورها.
إذا شو أخذت أدوية؟ ممكن يكون ماخذ دواء حموضة سيميتيدين، ممكن يكون ماخذ معاها بروفين، ممكن يكون ماخذ معاها سلفونامايد. في كثير أدوية بتتعارض مع الوارفارين. وليش أنا بيهمني هون الوارفارين؟ هل أنا كدكتور لازم أحفظ كل دراج انتر أكشن اللي بالدنيا؟ قديش في احتماليات؟ أنا عندي آلاف الأدوية وكل دواء بده يتفاعل مع الثاني. لا، إحنا بس بنفهم وبنحفظ الأدوية اللي هي النيروثيرابيتك إندكس اللي بتتأثر، اللي هي سيجنيفيكانت. يعني أنا اللي بيهمني الوارفارين وراح أضلني أحكي عنه لأنه هو نيروثيرابيتك إندكس، فبالتالي تأثر. فبالتالي الآن الوارفارين راح يتحرر ويزيد الفراكشن تبعت مين؟ الفري. أوكي؟ وإنت إيش دورك هون؟ هل في إلك دور ولا خلص؟ إنسان قصة الوارفارين رح نحكي عنها بشكل عام، بس هلأ شو دورنا إحنا لهاي الحالة؟ شو بالنسبة لجرعة الوارفارين؟ طب أنا السلفونامايد مثلاً؟ يس إكسلنت. يس يلين. نقللها. إذا أنا التارجت، أنا في عندي اللي هي تارجت دراج، ما دخلني. يعني ممكن هاي الحالة السلفونامايد ماشي أوكي، غيروا المضاد الحيوي إذا عندي بديل لإله غيروه. لكن لو في أدوية تانية مثلاً كان معاه مرض مزمن، عنده أدوية كوليسترول، أدوية الكوليسترول مع واحد عنده جلطة في القلب كثير حالة، يعني هاي وصفة مكررة إنه أنا عندي هايبر كوليستريميا، عنده كوليسترول وعنده جلطة سابقة، فبدي أخذ مميع. فهي الوصفة لازم ينعمل حسابهم. طب كيف بيصير؟ عشان نحكي إشي كلينيكال مش نحكي إشي حكي ثيوري. هلا بتنحسب جرعة، بياخذ المريض الوارفارين في الجرعة ومع أدوية الفايبريتس مثلا دواء الكوليسترول، وبينحسب بعد أسبوعين إشي اسمه INR، نسبة التميع. إذا تمام يعني أنا من أول أعطيتهم مع بعض وأعطيتهم بجرعة قليلة. إذا شفت البليدينج INR هو رقم يعطيني الوقت اللازم للبليدينج ورح نحكي عنه بعدين. إذا أنا شفت عندي نسبة التميع عالية، شو بعمل أنا؟ بقلل جرعة الوارفارين. إذا هاي كلها تحتاج لمونيتورينج من الطبيب، إن كيف أتابع الحالة. هذا كان أهم شيء بمحاضرة اليوم. هذا بالنسبة للبلازما بروتين بايندينج، بليز أندرستاند الحالة هاي. هلا آخر شيء بالديستريبيوشن، في مفهوم اسمه الفوليوم أوف ديستريبيوشن. رونزا بدك تحكي شيء؟ بدي أسألك هلا، طب لو قللنا الدوز مش الوارفارين، الدواء الثاني اللي معه، يعني هل بيبطل ثيرابيوتيك دوز ولا مشان هيك ما بنقللها؟ لا، ما في دراسات اثبتت انه قللتها انا ممكن كم بدي اقللها. هلا انتيبايتك احكي لك شغله، هلا الانتيبايتك لازم جرعه ثيرابيوتيك تكون، لان هو اذا قللتيها ولا زدتيها رح يرتبط، ما رح يأثر. أما أنا بالنسبة لي بحكم على الوارفارين إنه شغال من قراءة في المختبر اسمه INR. مدام نسبة التميع ثابتة، إذا بقدر أزيد وأنقص. فمنروح على الدواء اللي بقدر أعمل له مونيتورينج، يعني الضغط، أدوية الضغط ممكن أخذ حبة ممكن حبتين، ممكن أخذ معهم مدربول ممكن ما أخذ مدربول. إذا أنا بالتالي بقدر أتحكم لحد ما تصير قراءة الضغط ثابتة، لكن مضاد حيوي ما بقدر أتلاعب فيه لأنه هو بقتل البكتيريا. ما في إشي اسمه يعني مونيتورينج باراميتر، رح نحكي إشي اسمه مونيتورينج باراميتر. أنا كيف بدي أعرف إنه شغال ولا لا؟ أوكي؟ فمنروح على اللي فيه مونيتورينج. خليني أكمل هالمفهوم قبل ما يقطع معاي. رح أخذ أسئلتكم آخر خمس دقائق. هلا في إشي اللي حكينا، عمركم سمعتوا إنه إحنا في جسمنا في ووتر؟ أكيد. وإحنا نسبة السوائل في جسمي تقريبا للي وزنه 79، هاي الحسابات كانت اللي وزنه 79 كيجي عنده 42 لتر ماء. وهذا الإشي كمان ثيوريتيكال، احنا 42 وين موجود؟ داخل الخلايا، في البلازما، في الانترستيشيال فوليوم، يعني في انتراسيلولر وانترستيشيال والبلازما. طيب الدواء انا وين راح يروح؟ كمان راح يعتمد على الخصائص. هلا اذا الدواء الأساس، نبدأ من هون، أنا دواي وين كان موجود؟ دواي وين وصل؟ أنا وين وصلت؟ بالبلازما. راح يضلوا محبوس بالبلازما إذا كان المولكيولر ويت إله عالية كبيرة، مش قادر يفوت من داخل الكابيلرز اللي حكينا عنهم جانكشنز،
وإذا كان هيدروفيلك. إذن هون ما لقى له منفذ، لا قادر يفوت بين السلت جانكشنز لأنه كبير، ولا قادر يخترق السيل الممبرين لأنه هيدروفيلك. إذن هذا الحالة الأولى، إذا كان الدواء large molecular weights okay وhydrophilic it will be still in the plasma. كمان في عامل ثالث، إذا كان highly bound to protein كمان الدواء رح يضله محبوس إذا ضله مرتبط في البروتين، إذا كان highly bound بس free اللي رح يطلع. طيب متى رح يروح للinterstitial volume، متى رح يروح على بين الخلايا؟ إذا كان واحد من التنتين low molecular weights but still it's hydrophilic رح يضله محبوس بين الخلايا. إذن هلأ رح يطلع من البلازما للانترستيشيال إذا كان low molecular weight، وهيدروفيلك هيدروفيلك يعني دائب في الماء، إذن بالتالي رح يطلع فقط من بين سليت جونكشن، لكن وقف بين الخلايا ما قدر يفوت جوا الانتراسيليولر، السبب إنه هو مش لايبوفيلك. طيب متى رح يكون هون وهون ويدخل على الانتراسيليولر؟ إذا كان small molecular weight وكمان في شرط لايبوفيليك. yes لايبوفيليك. إذا كان small molecular weights small molecular weight وكمان لايبوفيليك رح نلاقيه في البلازما ورح نلاقيه في الانترستيشيال وكمان فات على الانتراسيليولر، فهذا بسميه إنه موجود في total body water. فلما نرجع لهون رح نحكي إنه الدواء رح يضله فقط في البلازما إذا كان large molecular weight extensively bound to protein and hydro يضيفولها كمان hydrophilic. أما رح يروح على extracellular fluids، extracellular fluid معناها هاي وهاي مع بعض. إذا كان كمان حكينا small molecular weight وhydrophilic رح يروح في total body water، رح يكون نحن نلاقيه في كل مكان إذا كان small molecular weight وكمان اللي هي hydrophobic أو lipophilic. إذن الدواء رح يتوزع حسب خصائصه هو. طيب شو هاي قصة volume of distribution؟ هل أنا فعلاً إنه لما نحكي في أدوية volume of distribution 2 وواحد volume of distribution 200 300 و100، هل في عندي أنا بجسمي 100 لتر؟ هل هذا الرقم حقيقي ولا عبارة عن characteristic parameter لأي دواء؟ أكيد مش حقيقي، أكيد إنه أنا ما عندي 200. إذن هذا عبارة عن theoretical number أنت بتفهم منه كثير أشياء. لما نحكي volume of distribution 200 100 150 هذا الرقم العالي معناها أنه هذا منتشر في كل الأماكن، راح على الانترستيشيال volume وراح على الانتراسيليولر وموجود في البلازما. لكن لما بحكي volume of distribution رقم 3 4، إذا هذا بيعطيني انطباع أنه بعده محصور في البلازما، أنه بعده موجود في البلازما، لا راح على خلايا ولا فات جوا الخلايا. إذا هذا الرقم راح يعطيني هو عبارة عن characteristics. طبعا هذا محسوب في عندي فارماكوبيا، كل دواء عاملين تقريبا له رقم معين، يعني كأنه عبارة عن خاصية. كيف خاصية مثلا الذرات إلها الأتوميك ويت والمولكيولر ويت في الجدول الدوري؟ نفس الشيء الفوليوم اوف ديستريبيوشن هي خاصية لكل دواء. طبعا كيف هم حسبوها؟ أنا ممكن أحسبها أحيانا بالكالكوليشن تبعتي، اللي هي بنحسب الجرعة الدوز ومنقيس طبعا البلازما كونسنتريشن في بالمختبرات في المستشفيات، بنقدر نحسب البلازما كونسنتريشن، وبالتالي لو قسمت الدوز على الكونسنتريشن رح يعطيني الفوليوم. هاي نفس الكيمياء على فكرة، يعني حط لي الكونسنتريشن، مش الكونسنتريشن عبارة عن الويت على الفوليوم، إذا اقلبهم من هون لهون، إذا عبارة عن الدوز على الكونسنتريشن رح يعطيني الفوليوم. وهاي الفوليوم اوف ديستريبيوشن مهم جدا لحساب إشي اسمه اللودينج دوز، رح تستخدموه رح نستخدم هذه القراءة. إذا هاي القراءة للفوليوم اوف ديستريبيوشن، في أحيانا أنت بدك عندك حالة طوارئ بدك بسرعة الدواء يصل للبلازما بالبيك تبعه، مش استنى يصير له ابزوربشن. اذا بدي احسب انا كم الدواء لازم يكون في البلازما، وعاي انا الدواء لازم يكون كذا، طب كم الجرعه لازم اعطيها؟ اضرب هاي في الفوليوم اوف ديستريبيوشن تعطيك الجرعه. كل دواء له تركيز معين في البلازما حتى يشتغل، مثلا الثيوفيلين لازم يكون 10 ل 20 من 10 ل 20 مايكرو جرام بير ديسليتر، معاي التركيز اللي أنا بدي إياه يصل للبلازما حتى يبدأ يشتغل الدواء، أضربه في الفوليوم أوف ديستريبيوشن بعطيك الدوز، وهذا اسمها اللودينج دوز.
واللودينج دوز لا تخاف رح ناخذها كمان بالجزئيه القادمه. هلا ايش معنى كلمه فوليوم اوف ديستريبيوشن؟ شو بالنسبه لك كطبيب الفوليوم اوف ديستريبيوشن؟ اذا معناها هاي معناها انه مش موجود في، خلينا نروح على هذا السلايد نفهم اكثر، مش راح يكون موجود في البلازما، معناها صغير سمول، الرقم صغير 5 10 معناها اكثر راح تكون موجوده في البلازما. طيب ايش العوامل الاخرى اللي بتعتمد على الفوليوم اوف ديستريبيوشن؟ هلا كل ما كان الفوليوم اوف ديستريبيوشن عالي رقم 200 معناها انه توزع، وين راح؟ راح على الخلايا، راح على كل الاورجنز اللي في جسمي، فبالتالي هو مش موجود في البلازما، وبالتالي ما بقدر اخلص منه بالميتابوليزم، يعني الكميه الموجوده في البلازما قليله، اذا ما بقدر اوصله للاكسكريتوري اورجنز، اودي اخلص منه في الكيدني، اخلص منه في الليفر، راح يضل موجود في التيشو. هذا الشيء راح يعطيه فعاليه اطول، اللي هي duration of action اطول، لانه هو مش معرض، ما بقدر اوصله ما دام هو في الخليه جوا، ما بقدر اوصله للكيدني. اذا الهاف لايف له، اللي هي فتره اللي راح يكون فيها في جسمي، راح نحكي شو يعني هاف لايف كمان، اللي هي عباره عن time needed for the drug to be reduced by half. يعني هاف لايف اذا كان 6 انا بحتاج لست ساعات للدواء لحد ما اخلص منه، من يخلص من 50% منه، اللي هي اللي زي ما في الهاف لايف للصخور، نفس الشيء للادويه، اذا كان 12 معناته انا كل 12 ساعه بتخلص من 50% من الدواء. اذا كل ما كان اطول الهاف لايف معناته الديوريشن اوف اكشن اطول. طيب العكس صحيح، اذا الفوليوم اوف ديستريبيوشن كان قليل معناته هذا الدواء ضل وين؟ في البلازما، معناته بسرعه نخلص منه، بروح على الكيدني وبروح على الليفر وبنخلص، وبصير الهاف لايف له قصيره، وبالتالي الديوريشن له قليله. إذن الفوليوم اوف ديستريبيوشن هو عامل مهم لتحديد الديوريشن اوف اكشن. طيب نرجع للي بدي احكي هون، خليني اكمل اذا كان هذا الفوليوم اوف ديستريبيوشن كبيره، حكينا وين بيكون؟ وين بيكون اكثر؟ ساعدوني، اذا كان الفوليوم اوف ديستريبيوشن مش بالبلازما بيكون موجود. ممتاز، وين بده يكون؟ في التيشو، في الانترستيشن، في الخلايا. تمام. اذا انا لو صار هذا الدواء، الدواء زي الدواء هذا صار له displacement from protein binding site، وكان الفوليوم اوف ديستريبيوشن عالي، ما راح يتاثر لانه كميه الدواء الموجوده في البلازما قليله، وبالتالي هذا الدرج درج interaction اللي صار على protein binding ما راح يكون significant because the volume of distribution of this drug very large. لكن انا مشكلتي مع الوارفرين، مع الوارفرين انه الفوليوم اوف ديستريبيوشن از سمول، معناها هو بضل اكثر في البلازما، معناها كل الكميه الموجوده ضلت بالبلازما، واي ديسبيسمنت فرمي بروتين راح تعطيني سيجنيفيكانت افكت، راح تعطيني تاثير فعال. كمان ما ننسى انه الثيرابيتك اندكس كل ما كانت صغيره، كل ما كانت سمول، معنى ثيرابيتك اندكس از ذا ديفرنس او الريشيو بين التوكسيك دوز اند ذا ثيرابيتك دوز. يعني التوكسيك دوز كانت 1000 ملي جرام، قسم لي اياها على الثيرابيتك دوز 100، 1000 على 100 هي 10، معنى 10 اني لازم اضاعف الدوز 10 مرات ليصل للتوكسيك دوز، وهذا اللي يعتبر بعيد. لكن لو كان الثيرابيتك اندكس 2 معناها التوكسيك تقسيم الثيرابيتك 2، معناها لو عملت دبل للدوز من 5 ل 10 راح اصل، يعني لو واحد بدل ما ياخذ حبه اخذ حبتين، تمام وصل معاه للتوكسيك دوز، صار عندي سايد افكت، فهذا بسميه ثيرابيتك اندكس. انا بركز على مين؟ على ثيرابيتك اندكس ذات ار فيري سمول، اللي راح نسميهم نارو ثيرابيتك اندكس. هذول هم اللي هي اي دراج انتر اكشن راح يعطيني كلينيكالي سيجنيفيكانت كونسيكونس، شيء حقيقي راح تشوفه انه راح يعطيني دراج انتر اكشن، وغير ذلك ما راح تشوف سيجنيفيكانت. اوكي، اذا الفوليوم اوف ديستريبيوشن هو عامل مهم جدا اعرف وين الدواء. اعطيكم مثال ثاني كمان، لو واحد بده يعمل غسيل للمعده، غسيل معدة بقول، غسيل للكلى سوري، وهذا غسيل الكلى عم ياخذ ادويه، اذا كان هذا الدواء الفوليوم اوف ديستريبيوشن از سمول،
الدواء هذا راح يروح مع الغسيل الكدني، راح يروح مع الهيموداياليسيس، لانه موجود بشكل اكبر في في البلازما، وهذا الشيء بنعمل حسابه. اما لو كان الفوليوم اوف ديستريبيوشن عالي ما راح نلاقي كميه كبيره منه بالبلازما، وبالتالي ما راح يتاثر بالهيموداياليسيس. اذا في عندي قائمه من الادويه تيبلز معينه بالكلينيكال عم بتشوفوها انه هدول بتاثروا بالهيموداياليسيس وهدول ما بتاثروا، فقبل الغسيل الكدني بيعطوا ادويه معينه، مضاد حيويه معينه بحيث ما تروح مع الهيموداياليسيس. اذا الفوليوم اوف ديستريبيوشن مهم لك كطبيب انك تعرف منه معاني كثير، مع وكمان غير الكالكوليشن اللي راح نتعلمها في المحاضرات الجاي. المحاضرات الجاي راح يكون في عنا كمان كالكوليشن، بدي اشوف فيه على زوم شيء ممكن نكتب عليه، حكولي في بورد لسه ما شفته، او وبتمسكوا معي، خليكم معي، بتمسكوا معي ورقه وقلم وبنصير نحسب مع بعض، وبحاول الاقي هذا البورد. اي سؤال على الابزوربشن اند ديستريبيوشن؟ احنا هيك بنكون كملنا اول two steps of الكاينتيك. مدامه مش فاصل اليوم ما شاء الله تمام الوضع. انوار بتحبي تسالي؟ تفضلي. نعم حكينا عنا أربع قاعدات. الدواء المرتبط لا يعمل، it's inert, inactive، ما بيصير له distribution، ما بيطلع من البلازما كبير، ما بيصير له metabolism ولا distribution ولا بيصير له elimination، رح يضله مربوط فيه. طب كيف رح يتفكك؟ تسأليني كيف طبعا رح يطلع؟ رح يضله في جسمي؟ لا، كل ما طلع من الفري فبيصير معاه مجال وبيصير يتفكك. في إشي اسمه اللي هي على concentration gradients، اللي هي slowly dissociation، كيف اللي هي التفكك البطيء، كل ما راح من مثلا HA زي ما قلنا HA بتفكك ل A plus H، كل ما A قلت HA راح تتفكك، وبالتالي حتى ما يخلص ويصير له elimination بشكل كبير، بس راح يكون بالآخر مفعوله أقل، يعني راح يكون بعد 8 ساعات وبالتالي ما راح يعطي أي مفعول. دكتورة وئام، يعني لما نحكي إنه الدراج بالإكسترا بلازميك سبيس هو معناته إنه موجود، أنا مش الصوت بيقطع وئام المايك. دكتورة الدراج لما أحكي إنه إكسترا بلازميك سبيس يعني هو موجود بالإنترسيجمال فلويد صح؟ معناته ما دخل على الخلية، ما دخل. إذا كان هيدروفيليك ما راح يدخل. لا، فعشان هيك شو حكينا عن أدويتنا؟ شو شرط تكون؟ إنها تكون هيدروفوبيك، هيدروفوبيك بشكل كبير، وفي احيانا ما بنقدر نتحكم فيه. اوكي، بس انا قصدي مثلا لو كان معطيني معلومه انه الفي دي كانت كثير عاليه، طيب يعني معناته مثل اخر سلايد، مثل اخر سلايد مكتوب انه الدراج كان عنده كثير لارج في دي، بس طيب الموست من هذا الدراج استاته بالاكسترا بلازميك سبيس. مزبوط. طيب الاكسترا بلازميك، لحظه يا وئام، اكسترا بلازميك قصدي فيها المقصود هون فيها اما بالخليه نفسها، المهم بريد البلازما، برا البلازما سواء كان في جوا الخليه او بالانترستيشيال فلويد، المهم هو مش بالبلازما، اكسترا بلازما. تمام. اوكي خلاص، شكرا. تمام. اوكي يا وئام. دكتوره صباح الخير. صباح الورد، اهلين دكتور. أنا سؤالي خارج الشرح، سؤالي بالنسبة لمحاضرة الخميس. إحنا قانوناً قانوناً إن الدكتورة بس بدي محامي، أنا بدي محامي يا أسامة، بدي محامي قبل ما تحكي. ماشي، بس اسمعيني دقيقتين دكتورة وبعدين أشوف الإجراء اللازم. إحنا هي هذا هل